أعزائي المستمعين، نرجع معكم مثل ما قلت لكم. رئيس مؤسسة المجهر وموقع المجهر بعض الأحيان بياخذنا أخبارك. أحمد، مساء الخير. تنور، يا أهلا. كيف صحتك؟ مسامحني أنت؟ صح؟ إيه أكيد. طب أوكي، كتير تمام. هلا أنت رح تعطينا الأخبار شو عم بيصير عندهم. يا هذا شرف لنا. ثانك يو، تسلم. أحمد، أول شيء بعرف كنت مشغول بأجواء الاحتفالات وعم بتجهز هلا أكيد للثانكس جيفن بحضور العائلة وهيك، بس أحمد خبرنا شوي عن موقع المجهر ومؤسسة المجهر اللي حضرتك رئيسة، وأيضا إذا فيك تخبرنا عن النشاطات اللي عم بتقوموا فيها بكاليفورنيا وبعض الولايات الأخرى. بالنسبة لمؤسسة تحت المجهر، في لها أكثر من قسم ونشاط. في القسم التجاري اللي هو بنبع منه المركز العربي الأمريكي التجاري، اللي بينشط حركة التجارة والتسويق البضائع والتجار الراغبين بمعرفة المعلومات سواء في أمريكا والأسواق الجيدة لبضائعهم أو بالعكس للبلدان العربية. بالنسبة في عنا القسم الثاني، هو القسم الخدمي والإعلاني والحفلات والعلاقات الاجتماعية وشو عم بيصير بالكوميونتي العربي كله، من حركة المطاعم والحفلات الخاصة، بالإضافة للنشاط بنبع من موقع تحت المجهر الخدمي للجالية العربية، هو بنادي الزواج العربي الأمريكي، وهو تجربة كتير نجحت معنا في أمريكا بالنسبة كطريقة التواصل عن طريق الهاتف، وأثبتت أكثر من حالة في نجاح الفكرة. حلو أحمد، بما أنك أنت من الأشخاص الناشطين بالشأن الاجتماعي والإعلامي بولاية كاليفورنيا وبتغطوا العديد من النشاطات، فياريت تخبرنا هيك شوي عن نشاطات مميزة بتقوموا فيها غير الحفلات اللي باستمرار تقريبا كل أسبوع عندكم حفلات وبتقوموا بتغطية حفلات وأخبار، فشو عندكم غير مشاريع بتقوموا فيها؟ هلأ نحن بالنسبة إنا من نغطي معدة نشاطات الحفلات الدورية اللي كل أسبوع بتصير. هلأ مثل ما بتعرفي إنه عيد الشكر ثانكسجيفينغ قرب، في أكثر من حفلة رح تصير، وبلشت التحضيرات لأعياد الميلاد ورأس السنة من حوالي أسبوع بلشنا فيها. هي بالنسبة للحفلات تبعت الأعياد. في عندك بالنسبة للنشاطات سواء المعارض أو الدفليات اللي بتصير، يعني كان من فترة في عرض للقفطان المغربي وكثير كثير لقى إقبال من الجالية العربية والمغربية، وكان الأزياء فيه جدا جدا مرتبة وحلوة. بالإضافة إنه نحن بنحاول إنه أي نشاط أدبي أو فكري إنه نكون موجودين فيه. أستاذ أحمد، شو مشاريعكم الجديدة بالقريب يعني على 2017؟ هل حيكون في تغيير بموقع المجهر؟ هل رح يكون عندكم تغطية لأكثر من نشاطات بالعالم، أو هو موقع تحت المجهر بس مختص بالأخبار اللي عم بتتم بالولايات المتحدة الأمريكية والأخبار العربية هي عم بتكون تحت عنوان المتفرقات؟ لا، نحن بالنسبة لنا الخطة 2017 إنه نحاول نرفع من التغطية الأكثر من القسم الغربي، إنه ندخل لشرق أمريكا نغطي ونكون بالحفلات الموجودين فيها. بالإضافة لموضوع التغطية بالعالم العربي، في إن مراكز ومراسلين بيغطونا، خصوصا بالنسبة لموقع تحت المجهر إنه هو بدي وولد في مدينة حلب، وانت بتعرف في مدينة حلب الوضع فيها، ونحن لحد الآن إنه مراسلين في مدينة حلب مستمرين رغم الظروف الموجودة هناك والحياة القاسية والشغلات اللي عم نسمع المحزنة. رح نفكر كمان انه على 2017 يكون لنا مكتب في مصر ان شاء الله. ان شاء الله احمد، بكل توفيق، والراديو فيك تعتبره الراديو تعولك كمان، فيك تطلع باي وقت بدك، واكيد نحن ناطرينك بمقابلات حصريه مثل ما وعدتني
هيكون في مقابلات حصرية مع العديد من الشخصيات المقيمين بكاليفورنيا ومحيط كاليفورنيا، إضافة لأخبار جديدة ونشاطات جديدة بتقوموا فيها. أنا بدي أتشكرك على وقتك، وأكيد لقائي بيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أكيد، شكرا لك وشكرا للقائمين على الراديو، وأكيد رح يصير تعاون بيناتنا بشكل أكبر، وإلنا الشرف وأهلا وسهلا فيك. Thank you لك أحمد. Thank you. Thank you.